عبر الهاتف من جدة مع البروفيسور عبد الرحمن شيخ، استشاري باطني وغدة صماء وسكري، جامعة مالك عبد العزيز، رئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري. مساء الخير، أهلا بك معنا. عندما نقول بأنه كما ورد في تقريرنا متوقع لعام 2040 313 مليون، واليوم نتحدث عن 199 مليون، لماذا نتحدث عن هذا الرقم وما الذي يؤخذ بعين الاعتبار؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هي في الحقيقة التقرير اللي بعتوه الآن في الحقيقة وافي، والمعلومات اللي فيه كلها دقيقة، وأصبح مرض السكر من الأمراض اللي في الحقيقة انتشارها في تسارع. فإذا نظرنا في طبعا قبل 20 سنة يمكن نص أو 50% من العدد المتواجد الآن، فهذا متوقع الآن. طبعا نحن نقارب إلى 200 مليون سيدة مصابة بهذا المرض، إلى أكثر من تقريبا 350 أو أكثر من 350 مليون مصابين بالمرض في 2040. طبعا متوقع إذا استمر نمط الحياة كما هو الآن ولم ينتبه الناس إلى منع مرض السكر، يتوقع أنه في عام 2040 أن الرقم هذا المتواجد الآن يتضاعف. فالإحصائيات طبعا أخذت من الواقع الذي هو طبعا قبل 20 سنة كان مرض السكر تقريبا 100، والأعداد الآن تضاعفت. فمتوقع أنه إذا استمرينا بالنهج في نمط الحياة أن الأعداد كمان تتضاعف في عام 2040. نعم. طيب، في وعي سيد عبد الرحمن اليوم، أنتم في الحالات في الاستشارات بخطورة مرض السكري، يعني لا يتم التعامل معه وكأنه الشخص يتعامل مع مرض السرطان مثلا، ما زال يتم التعامل معه على أنه مرض قليل الخطورة، مع أنه هو ما يحكى عنه وكأنه هو القاتل الصامت. الحقيقة مرض السكر لا نريد احنا برضو نخوف الناس المصابين بالسكر. مرض السكر الإنسان يستطيع أن يتعايش معه ويستطيع أن يمنع مضاعفات السكر إذا عامل المرض بالمعاملة اللي كما يوصى بها. الآن عندنا احنا أطباء وعندنا مهندسون وعندنا محامين وأصيبوا بهذا المرض في أعمار مبكرة من عمرهم، والآن هم أعضاء فاعلين في المجتمع ومستمتعين بحياتهم. في وراثة مرض سكري؟ الأمراض اللي تصيب الصغار غير وراثية، لكن لما تصيب في أعمار 30 سنة أو أكثر بيكون أحيانا يكون في تاريخ العائلي يكون موجود عندهم مرض السكر. وفي سكر الحمل كمان. وسكر الحمل يعني. طيب بس بما أنك ذكرت نقطة مهمة جدا قبل قليل، موضوع إذا ما التزموا بالمعاملة الموصى بها لا يجب أن نخيف مرضى السكري، ما هي هذه المعاملة؟ طبعا أول شيء الالتزام بالحمية اللي هي حمية مريض السكري، التزام بمزاولة الرياضة بصفة دائمة، الالتزام على العلاج وزيارة الطبيب بصورة دائمة. للأسف أنه كثير من بعض المصابين بهذا المرض يهملون هذا الجانب، يأخذ الدواء ويستمر في أخذ الدواء سنوات حتى يزور الطبيب. عمل بعض التحاليل اللي هي الكشف المبكر بمضاعفات السكر، مثلا والله مضاعفات السكر على الكلى، مضاعفات السكر على العيون، مضاعفات السكر على الأطراف. هناك بعض التحاليل وبعض الفحوصات اللي تعمل لمريض السكر للكشف المبكر بعلاجها ومنع تطورها. فمريض السكر جدا أن يلتزم بالحمية، يلتزم بالرياضة، يلتزم بالعلاجات، يلتزم بالكشف الدوري لمريض السكر حتى التعرف إذا كان هناك بعض المضاعفات التي يمكن علاجها مبكرا ومنع مشاكلها، ولا هذه اللي هي طبعا المضاعفات هي المكلفة. نعم. على الصحة ومكلفة على المريض ومكلفة على الأهل، لأن أيضا المضاعفات دائما اللي هي تؤدي إلى الوفاة لو سمح الله. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من جدة، بروفيسور عبد الرحمن شيخ، استشاري باطني وغدة صماء وسكري بجامعة مالك عبد العزيز.